أنه كان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولم يكن ناعما، كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، أجل الجبهة، في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، كان أزج الحواجب في غير قرن، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، ضليع الفم أي كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب فيه ندرة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر شيبه في صدغيه الأيمن والأيسر، في صدغيه شيب منه، وفي أكثر شيبه أسفل شفته السفلى في عنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه، عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وهدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل سرته، شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، جاء الرواة بنعته بقوله دقيق المصربة، وهذا معنى دقيق المصربة صلوات الله وسلامه عليه، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه، يقول علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ما قال علي من المصدقين المؤمنين، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يمشي يتكفأ تكفأ كأنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه، عاش عليه الصلاة والسلام 63 عاما، 40 عاما منها قبل أن ينبأ، ثم أنبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وتوفي على رأس 63 سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، عاش منها 13 عاما نبيا ورسولا في مكة يدعو إلى الله ويجاهد في الله حق جهاده، وضع على جسده صلى الله على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سال الجزور، وهو يوم ذاك وقد كان من قبل وما زال أفضل الخلق عند الله جل وعلا، ومع ذلك بقي ساجدا حتى علمت فاطمة فحملت سال الجزور عن أبيها، وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. أنزل الله عليه القرآن منجما في 23 عاما، لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح، ليس في القرآن يا محمد، إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول، كل ذلك من دلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى. عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى، ثم عاد في نفس الليلة، ثم بعد 3 سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة، فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام، مكن صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبي وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. في العام العاشر أذن في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فأنزل الله عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلم أن الأجل قد قاربه فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسكه وأتم حجه، ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع ودخل على عائشة وهي تقول ورأسه، قال بل أنا ورأسه، ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة الوفاة في يوم الاثنين من شهر ربيع، دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء، ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن كأنه في السواك كأنه يريده، ففهمت عائشة الصديقة من تصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك وقضمته وطيبته وأعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربه تبارك وتعالى، ثم جاءه الملك يخيره، فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى قالها 3، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون،
سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ونبذة عن وصفه ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى، فنحن نحبه لأن الله اختاره.